بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس طيب مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، في هذا الدرس نود أن تتحدثوا للإخوة والأخوات في دروس الحج المبرور عن موضوع التفقه في المناسك وأثر هذه المناسك في حياة الحاج، أخذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد للمسلم الذي يريد الحج أو العمرة أن يعرف كيف يؤديهما على الوجه المشروع، حتى يكون عمله موافقا لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: خذوا عني مناسككم. فالذين شاهدوا حج النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ذلك عنه مباشرة، والذين جاءوا من بعدهم يعتمدون على الرواية، رواية صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدونة في الأحاديث الصحيحة ومحررة. ما على المسلم إلا أن يرجع إليها وأن يطلع عليها حتى يؤدي الحج والعمرة على موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما. وإذا كان لا يقرأ، كان عامياً، فإنه يصطحب مع أهل العلم، سافر مع العلماء ومع طلبة العلم، ويسألهم ويقتدي بهم في حجه وعمرته حتى يكون على صواب، ولا يكون حجه بالتقليد الأعمى، وإنما يكون حجه على الجادة الصحيحة والمنهج السليم. والحمد لله، المناسك الحج مدونة في الكتب المطولة ومدونة في المختصرات التي تسمى مناسك الحج. على المسلم أنه يأخذ منسكا من هذه المناسك المختصرة المفيدة الصحيحة ويقرأ فيه، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. وأقرب شيء من هذه المختصرات المفيدة منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، منسك مختصر خالص في الفائدة على السنة والصفة الشرعية، أو كذلك مناسك التحقيق والإيضاح في الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذان المنسكان مختصران ومفيدان، فعلى المسلم أن يستفيد منهما في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.